الشيعة ريتيري لا سونيت دالارم لان ما خص الامور تتفاقم اكثر لان الوضع لا يحتمل خصنا واحد الامن اجتماعي امن غذائي امن صحي وخصنا الشغل لان هذا المجتمع هذاك الملاير اللي تخطرات في المغرب الاخضر والمغرب الازرق وهذا خصها تبان على ارض الواقع خص فرص الشغل تكون عند الناس ويكون واحد الدخل على مستوى الاسر وبالتالي غادي يقدروا يتحملوا هذه الطفرات ديال الغلاء اما في غياب الشغل وهذا غادي يبقى هذا المشكل راه تتشوف الوقفه على اختلاف المستويات الطبقات راه المساله تدل على ان الامور غادا لواحد الانفلات اللي خصنا نوقفوا عليه وان خصنا نعالجوه قبل ما تمشي الامور الى ما تمت عقبه. اذا مستقبل المغرب في غادي مستقبل المغرب، المغرب الحمد لله عنده ثروات، عنده شخصيات، عنده قدرات، عنده امكانيات بشريه، عنده امكانيات طاقيه، عنده بزاف الامور اللي ما خص هذه الامور في هذا السطح. هذا الشيء نتيجه لواحد السياسه ديال الريع لانها هي شنو تعطي، لان خصنا نعاودوا نصحوا اقتصاد ديالنا. شكرا سي العادل. عفوا، شكرا للوجيه. اكثر من اللازم باسم المغرب القسام جينا اليوم حاضرين الوقفه الاحتجاجيه بالتنسيق مع الاخوان ديالنا جمعيه دفاع القسام سيدي الغرب في اطار المؤازره الى هذا الملف هذا ودعم الاخوان ديال السليمان بنفس نفس المعاناه. اليوم الملف اللي تناقشوه هو ملف غلاء الاسعار. ايها الاخوه الكرام، غلاء الاسعار تتحدد بواحد النسبه كما تتحدد مجموعه ديال المنظمات الدوليه والمنظمات العالميه وكذلك الدول المتقدمه. الغلاء هو نسبه. يعني غنقصر هذا المثال، مثلا كنا تنستهلكوا واحد الماده معينه واحد الثمن معين، اليوم تنستهلكوها واحد الثمن مضاعف على اربعه المرات. مثلا كنا تنشريو مثلا ليمون او شي حاجه من الحواميض ب 3 دراهم، اليوم تنشريوها ب 10 دراهم. اذا هذا ماشي غلاء، هذا يعني زمن، عطاونا زمن اكثر من الوقت ديالنا. حنا الان تنعيشوا في سنه 2123 ماشي 2023، لان هاد الاسعار اللي كاينه دابا ماشي ديال 2023، ديال 2123. باش نشري مطيشه ب 13 درهم خصني نشريها في سنه 2023، ربما تزاد العدد ديال النسمات، تكون خاصه شح في المياه او شي امور مثلا تكون طبيعيه او شي حاجه. واش هاد الحكومه ما عندهمش فكره على المغاربه؟ هاد الحكومه راه نصلي، هاد الحكومه حكومه متعنته، تيخرج الوزير المعروف المتعنت تيسب المغاربه، تيستفز المغاربه، وهو اللي وصل المغاربه لهاد الاحتقانات، وكذلك رئيس الحكومه الفاشل اللي طالق علينا هاد السماصريه ديالو مجموعه ديال المناطق بزنازه سماصريه شناقه عندهم الفلوس حاكم الاقاليم، وتتحكموا في جميع الخيوط تتحكم في جميع الادارات في جميع الوسائل. لهذا احنا في ختام الكلمه ديالنا تنطالبوا تدخل ديال السيد العالي بالله في اطار حله الحكومه الفاشله، الحكومه المسؤوله المشؤومه، باش ترجع الاوضاع. شنو المساله ديال القفه؟ هي اثرت واحد الضجه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي. القفه اليوم اللي ولينا احنا اضحوكا في العالم، اليوم البوادر ديال القفه بانت على ارض الواقع. انتم كحقوقيين واش المغاربه وصلوا لهذه الدرجه؟ انه واحد النقطه في سيدي هي الغرب على اساس انه برلماني جاب واحد العدد كبير ديال القفه باش يوزعوا في المدينه، بينما تنتفاجئوا انه طلبوا على السماصريه ديال الانتخابات. القفه في مدينه سيدي هي الغرب واقليم سليمان استافدوا من السماصريه ديال الانتخابات والشناقه ديال الانتخابات، بينما قصوا جميع الفقراء الطبقه الهشه والناس المحتاجين الارامي والايتام، حتى شي واحد ما دار شي حاجه الا السلطات المحليه اللي خذت بعين الاعتبار عندها لوائح مقننه ولوائح معروفه قديمه وجديده وكاين ملحقات وعطاو للناس، بينما
القفه ديال المسؤول المنتخب توزعت راس مصري ديال الانتخابات مجموعه ديال النقاط وداك الشيء كان غامض. من هذا المنبر تنحيي جميع الاخوان المنابر الاعلاميه اللي دائما حاضره دائما تقول عزة بامانه المنابر المستقله الاقلام النزيهه في شخص مثلا حسن الفالي عندنا جريده واجهه واخوان الكرام وشكرا لكم جميعا.